ما بين ميزان. صباح الخير، صباح النور اللي تسمعوا فينا على البوند اف ام 90.3 ولا تتابعوا فينا على ستريمينج لايف www.الحياه.fm. ما بين ميزان برنامجكم اللي تعودتوا به، رجعلكم اليوم مع الديكوراسيون. واليوم موضوعنا باش يكون الانماط المعاصره والصناعيه اللي هما لي ستيل كونتمبورين اي انديستريال. هذا الكل باش نحكيوا فيه مع اميره الشعباني، مهندسه تصميم داخلي. صباح النور. صباح الخير اروى. لاباس؟ الحمد لله لاباس يا عايشه. مرحبا بيك مره اخرى. يعيشك. غيبه ورجعت لنا. به كما كنت نقول، الانماط المعاصره والصناعيه شنو هي بالضبط؟ سورتو توا داخل علينا الشتاء، احنا في الخريف داخل علينا الشتاء، دونك ستيل نتاع ديارنا الديكوراسيون تاعها مش تتبدل. فما برشا عباد يقول لك معناها نحب ستيل نتاع صيف وحده وستيل نتاع الخريف والشتاء وحده، معناها هكا يحسك الانتيميتي وكل شيء. انت اليوم جبت لنا معناها فما انماط، زوز انماط معناها نجمو نحكيو عليهم، كيفاش نجمو نبدلوا الديكوراسيون نتاع الدار نتاعنا؟ به اول حاجه احنا مش نحكيو أو معناها انه كيفاش نبدلوا الكل. كما تعرف الناس الكل ديجا ملوا حتى باش تمشي تاثث دارها ولا باش تمشي تعمل معناها تبدل ديكوراسيون والكل، تلقاها تحير معناها شنو مش تشري شنو مش تختار، فهمتني؟ خاطر برشا عباد ما يعرفوش اللي فما بلوزيور ستيل معناها في ديكوراسيون انتيريور، مي في نفس الوقت فما كابتين ولا فهمتي يمشيوا مع بعضهم. مش كل شيء مش كل ستيل معناه يمشي يمشي مع الاخر. دونك يلزمنا احنا كي نبداو باش نختاروا باش نعملوا ميلونج ما بين لي ستيل، معناه يلزم نعرف كيفاش نختاروا لي ستيل. لازمنا نختاروا ستيل انا هما اللي يمشيوا مع بعضهم، كلكو سوا في في الكولور والا في الماتريو والا كما نقولوا احنا في الموبل، خاطر مش اي ستيل يمشي مع الاخر. دونك هذيك علاش انا اليوم اخترت دو ستيل ديفيرونت، مي في نفس الوقت عندهم دي بوينت كومون معناها نجموا مع بعضهم يمشيوا مع بعضهم. اليوم باش نحكيو على ستيل كونتمبورين اللي هو النمط المعاصر اللي كيما نقولوا احنا موجود اكثر في الاوروب. يعني ها برشا عباد ديما تقول لك شنو هو ستيل كونتمبورين وما عنيش منه احنا لهنا والكل. هو صحيح قبل كان موجود كان عند لي اوروبيان ولا معناها اللي في الاوروب في الخارج والكل. علاش؟ خاطر ديما يلوجوا على ان اسباس شالوغو، ديما ماذا بيهم دارهم تكون دافيه بحكم البرد والكل. مي توا توندونس تبدلت، معناها ولينا حتى في ديارنا احنا لهنا معناها في تونس ولا في معناها العرب بصفه عامه، ولينا نلوجوا اكثر معناها على حاجه تبدا سباسيو في نفس الوقت تبدا شالوغو واستيتيكمون تبدا مزيانه. به اميره نحكيو شويه شنو هو، معناها احنا حكينا ليه ما بكري نقولوا ستيل كونتمبورين ستيل كونتمبورين. لا المستمعين يتسائلوا شنو هو هالستيل هذايا، خاطر فما برشا عباد ديجا توا فما برشا دي جون كوبل معناها مش يعرف، يقول لك مثلا نحب ناخذ فكره انا على كما قلت انت اسباس يبدا اوفير او ميم طون شالوغو، كيفاش معناها ديجا اللي قادمين على عرس توا اللي يحبوا يبدلوا ستيل نتاع ديارهم. به احنا مش نحكيو ملول على ستيل كونتمبورين كما قلت، اللي هو فيه كما نقول احنا تكنيك معين انك لازمك تخدم بها. اول حاجه لازمك في الاسباس نتاعك يكون اسباس اوفير، معناها ما يبداش اسباس كما نقولوا احنا صغير والا ضيق. علاش؟ خاطر من المميزات نتاعو اللي هو عنده لي كولور فونسي، واحنا حكينا قبل ديجا قلنا لي كولور فونسي لازمنا ان اسباس اوفير ما يبداش خاطر هما يضيقوا الاسباس معناها لي كولور فونسي. هو الكونتمبورين بحد ذاته ما يختص كان في لي كولور فونسي اللي هما من جملتهم شنو هما نوار المارون كما نقولوا احنا الغري ولا البلون، البلون ميمي البلون مع النوار مع النوار اي والمارون والالوان الغامقه باللي ديغراداسيون ديغراداسيون نتاعهم. دونك احنا اذا كان مش نمشيو للستيل هذايا لازمك تحط في بالك اللي يلزم يكون الاسباس نتاعك اوفير، معناها الصالون تبدا كبيره ولا شامبر تبدا كبيره. دونك دو تيل فاسون معناها ما تخافش انت نهار اخر كي مش تحط موبل ولا مش تحط تيسو ولا حاجه مش تكون لك غامقه. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية اللي يلزم يكون فما أنكسي ما بين الإكستيريور والإنتيريور. دونك ما تسكرش. علاش؟ على خاطر في الكونتمبورين ستيل هذايا يحب برشا يبداو لي زوفيرتور يبداو كبار، معناها شبابكنا ما عادش هكا الشباك هكا السامبل هذاك نطلعوا 90 ويمشي معناها 120 على قد ايه، ماذا بيك يكون ان بيفيتري يبدا كبير ويعطينا لاكسي يعطينا لاكسي للاكستيريور. لهنايا معناها اللومينوزيتي معناها عندها دور كبير هكا ولا معناها الكليراج وكل شيء عنده دور كبير يلعب دور كبير معناها كيلكو سوا ناتوريل والا ارتيفيسيال، معناها ماذا بينا احنا ديما تكون حاجه ناتوريل. دونك انت كي مش تختار كيما قلت انت تكبر الشبابك هكا باش تدخل معناها تعرف وين تحط، مثلا ما تجيش كيما نقولوا احنا في بيت نوم تبدا شباكها صغير ولا ما فيهش بيفيتراج معناها اللي يمشي وريك على الاكستيريور وتجي تخدم ستيل كونتمبورين وحده، خاطر هو بطبيعته غامق دونك مش الاسباس مش يردوا سومبر على الاخر. ديما هذاك علاه نمشيو اكثر في لي سالون ولا في لي كويزين.
فهمتني حطوهم هما معناها ما بينتهم هما زوز كيف كيف اللي ماتريو معناها في الماتريو يلزمنا نعرفوا شنو نختاروا الباز كيما نقول انا نتاع الكونتمبورين هو الكوير الكوير ديما يعطي ان فالور تري كلاس كلكو سوا في لي فوتوي والا في اون بوف والا حتى في اون تابي مش تفرشها تبدا معناها اون كوير ولا فهمتني وكيف كيف لاسي انوكسيدابل معناها زاده كيف كيف يبدا يزم موجود فما البوا اللي هو نلقاوه في لي ستيل الكل ومن جملتهم في الستيل كونتمبورين دونك هذوما ثلاثه ماذا بيك لو كان يبداو متوفرين في ال معناها في انت اميره ديما تدخل التوش ناتوريل معناها ديما تحب تلعب على هذيك على قلت لك الاكستيريور انا معناها ديما تحب تلعب هكا على البوا تحب تلعب على لي بلونش معناها ديما حتى معناها تحس التوش نتاعك معناها ديما ناتوريل تلعب على ناتوريل اي وهو ديجا يمشيو مع الكل معناها فهمتني في اي ستيل مش تلقاه ولا اي تيم تحب عليه خاطر برشا من الناس باش تقول لك تربطني انت معناها انا نحب مثلا لي بلونت حاجه الباهيه اللي لي بلونت والبوا والكل هذا الكل يمشي لك مع اي حاجه انت تحب عليها سوف كو انت لازمك تعرف وين توظفها وكيفاش تحطها ومعناها كيفاش تحطها في الاسباس نتاعك بالحاجه الاخرى في الكونتمبورين يمشي برشا على لي موبل اللي يبداو اجستابل كما نقولوا احنا ماذا بيك الفوتو ما تبداش مقصوره ما تبداش صغيره يحبوا على الحاجه على تبدا ديما معناها نلعب على الاسباس نتاعنا اوفير دونك ما تكثرش معناها تبدا اون فوتو تبدا كبيره كابيتوني كما نقول انا معناها تبدا مزيانه على الاخر ومعها يبدا اون كوير فهمتني حاجه الاخيره اللي هو في ستيل هذا اللي ما لازمكش تخلط برشا تيسويات مع بعضهم معناها ماذا بيك حاجه ثني ماكسيموم فهمتني ما يحبش الشانجمون تاع لي تيسو دونك ما تنجمش تحط له مثلا فولور ومعاه الفولور ما يمشيش رغم شتوي هو والكل امل نبعدوا عليه شويه دونك حاجه في الكوير ولا لي تيسو النورمال معناها نتاعنا في لي كولور فرونسي فهمتني هذه بالنسبه للستيل كونتمبورين كونتمبورين بعدنا ستيل تو اندستري وبعد مش تعملنا انت ميلونج كيفاش نلعبوا عليهم الزوز كونتمبورين الزوز ديجا جبنا بعد تصاور تاع ماريوهم بي ستيل اندستريال برشا من الناس فما عباد تتهرب منه وفما عباد تلتجئ له فهمتني شكون تو اللي يوليو يمشيوا له اكثر اللي هما لي جون كوبل علاش على خاطر يبدا حاجه براتيك او ميم طون سبور فهمتني دونك كيف كيف في ستيل اندستريال اللي يلزم الاسباس يكون اوفير معناها فهمتني كيف وكيف الكونتمبورين يلزم يكون الاسباس اوفير وفي نفس الوقت يلزم يكون اوت بلافون معناها ما يبداش البلافون واطي عالي البلافون يلزم يكون البلافون عالي او والحاجه الاخرى اللي معناها اميره سامحني قبل هذا معناها كي يبدا عند الدار نتاعو هو فهمت البريفيرونس كي يبدا عنده ستيل هذا في مخه من الاول يفهم علاش قادم هكا ولا يعطيك الصحه وحتى من بعد كان هو حاب يدخل الستيل هذايا يولي كيما نقولوا احنا يلعب اكثر على الموبل على الموبل ما عادش يلعب على البلافون خاطر ديما في البلافون في ستيل اندستريال ماذا بيك ديما تخلي حاجه كيما نقولوا احنا لي زيليمون ستركتورال النورمال نتاعنا اللي هما معناها من الاول بالكل كلكو سوا الانستالاسيون مثلا الكليماتيزاسيون برشا من الناس مش تغطيها من بعد بالبلافون الوغ كو لانستالاسيون تاع الكليماتيزاسيون في ستيل اندستريال لازمها تقعد ظاهره هذاك علاش الاكثرين نلقاوها في لي كافي ولا نلقاوها في لي بوتيك يخليوها ما في الدار تقول لك ما نفضلهاش معناها تبدا لي ظاهره فهمت دونك نوليو نلعبوا اكثر على لي موبل نلعبوا اكثر على لي ماتريو في لي معناها انت اميره تقول ناخذوا الباز معناها نتاع ستيل هذا وبعد نجموا نلعبوا اللي نحبوا نحن معناها كيما بيان سور خاطر احنا مش نرتاحوا فيها البلاصه هذيك دونك الحاجه اللي تعجبنا دونك ندخلوا التوش نتاعنا من بعد دونك معناها مش بالضروره راهو اللي موجود في ستيل هذاك الكل مش توظفوا انت في الشومبر نتاعك حاجه برك ناخذوا الباز نتاعو البرينسيب نتاعو ومن بعد احنا نبنيو عليه شلون نحبوا المهم يكون سباسيو دونك هذيك حاجه اكيده ثاني حاجه تحاول الماكسيموم تعمل اون توش في لي مور خاطر هو الباز نتاعو البيتون والبيير دونك ماذا بيك اذا كان عندك انت دارك ديجا اون بيتون مش بالضروره بعد تدهنها ولا تعملها ماستيك ولا تخلي حيط اون بيتون والا تعمل حيط اون بيير فهمتني كيف كيف لي شوميني يمشيو برشا مع الاندستري فهمتني وفي الموبل الاكثر العباد هما اصلا حتى توا حتى كي تشوف معناها في المعارض والكل تحسهم مركزين اكثر على الموبل لي زيليمون ديكوراتيف ولا لي تابل ولا لي تابل مونجي حتى لي زيليمون دو تي في تلقاها معموله اون اسي معموله اون ميتال بالبوا سورتو البوا اللي هو كيف 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 الكونتمبورين دونك
ديما يركزوا على هذوما. يقول لك خليني نختار اون فوتوي ولا نختار كوان سالون تبدا مودرن ولا تبدا كونتمبورين، في نفس الوقت نمشي في لي تابل وفي لي شيز والكل نخدم حاجه اندستريال. فهمتني؟ جوست نحب نقول للي مشي يخدم الاندستريال راه يحط في بالو اللي ديما في دارو فما توش كيما نقولوا احنا اونسيان يعني أنتيك. راهو مش تقول راي داري أوتستاندينغ ونجي نحط لها كرسي ولا فوتوي ولا تابل أندستري، ما يمشيوش مع بعض جملة، خاطر ديما تحسها حاجة أنتيك حاجة قديمة. ديجا ترى حتى اللي شيء تلقاهم مقشرين اللي هو يمشي شوية مع البريكولاج اللي حكينا عليه قبل. البريكولاج هذيك يمشي برشا مع ستيل أندستري فهمتني. لي بلانت زاد كيف كيف ماذا بينا لو كان تبدا فما اون بلانت معناها موجوده في بيان سور كيما قلت معناها البلاصه تبدا صامبر معناها وغامقه شويه ماذا بينا هكا ناتور توش نتاع ناتور كيما معناها نحطوا لي بلانت لي بلانت اي ميم كولور هو والكونتمبورين ميم كولور يمشيو لي كولور فونسي المارون لي غري نوار شويه البلون نقعد نشوف الفونسي ايوا لي روج نجمو ندخلوا عليهم البلون معناها باش او موا ينضبيو شويه مع الكليراج معلك ليراج بيان سور الكليراج في لي لوستر نمشيو برشا في لي لوستر معناها في ستيل اندستريال ماذا بينا بزايد دي لوستر كيف كيف راهو لي لوستر ماهمش كيما النورمال معناها مش مودرن لازم يكونوا اندستري معناها مع ستيل اندستريال هذاك هذوما هما لي دي ديجا انت جبت لنا تصاور معناها قاعدين معناها نحطوهم التصاور هذوما فوالا هذوما هما في التصاور هذوما فما ان ميلونج ما بين لو ستيل كونتمبورين وستيل اندستريال معناها مش بالضروره هذيك نحطوا واحد وهذيك نحطوا واحد نجمو نعملوا ميلونج نعملوا ميلونج اي سورتو احنا معناها خدينا البازي تاعنا البيير اللي حكيت انا عليه مثلا ديتو الفوتوي فوتوي ستيل كونتمبورين مع لي بيير كيف كيف الكلهم تحس في الموبل اكثر كونتمبورين مي مركزين في الحيوت وفي لي زيليمون دو ديكوراسيون على ستيل اندستريال معناها الميتال اون نوار والا اون بلون ومع كيف تشوف مثلا في لي تابل والكل كيف كيف ستيل اندستريال والفوتوي والا سالون دو كوان هذيك تبدا ستيل كونتمبورين فهمتني لي كولور تحسهم فونسي في نفس الوقت وفي نفس الوقت معناها كيما نشوفوا لي لوستر اللي حكيت عليهم نشوف حتى الكليراج تحسوا جاي من برا معناها الشباك اي الشباك كبير كما قلت على الناتوريل تلعب دور كبير دوك هما معناها دونك لازمك تعمل الاكثريه لهنا في لي فوتو هذوما ديما خاطر في الموبل تقول لك نحب حاجه براتيك نحب حاجه كلاس وفي نفس الوقت اني ندخل معناها ستيل اندستريال في الوحدات كيما تشوف البلافون لازم يكون عالي برشا كما قلت يبدا عالي وشويه فما برشا اللي يخدموا عليه يا اما اون بوا والا كيما قلت لك انا التسكي الانستالاسيون دو كليماتيزاسيون والا هذوك فهمتني ينجموا يخدموا عليهم كيما كيكا يعطيك الصحه اميره ديجا لي فوتو قاعدين نشوف فيهم تو اللي حكيت عليهم بكري انت لي دو ستيل اللي هما ستيل كونتمبورين باش العباد تاخذ فكره شنو هو معناه ستيل اندستريال شنو هو ستيل كونتمبورين وراه مش بالضروره معناه تقول اندستري سيكو صناعي معناه نمشيو اكثر المصانع ولا فوالا راه نجمو نوظفوهم في ديارنا سورتو تو اللي فما برشا دي زيليمون جدد وتحسهم معناه براتيكمون معناها نجم تستعملهم واستيتيكمون يعطيوك ان فالور يعني ديجا اميره الستيل نتاع القهاوي جدد ولا هكا يعملوا نفس الستيل معناه هذايا كلهم ماشي يمشيوا للاندستري معناها خاطر تحسوا بالحق اسباس انتيم حتى فاميليال وكل شيء تحسوا اسباس انتيم معناها تقولش عليك خرجت من دارك مشيت للبلاصه مشيت مرتاحه نفس نفس الستيل اللي نفس الستيل نتاعك هذيك اهو يعطيك الصحه اميره عايش. شكرا لكم اعزائنا المستمعين اللي تابعوا فينا الفيديو ان شاء الله تلقاو التصاور اللي كنا نحكيوا عليهم الكل على الباج اوفيسيال فيسبوك الحياه تفهم كنت معكم اروغيت كوتي ميكرو امنا بوخيت في الاخراج التقني محمد قدح امن لكم ديجيتال ما بين ميزون